بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة النساء، الدرس 45. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما زلنا معكم في برنامج من أحكام القرآن الكريم، وقد وصلنا إلى قوله تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، إلى قوله تعالى: فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. هذه الآيات كلها في تحريم قتل النفس بغير حق، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. هذا في قتل المؤمن، وكذلك في قتل المعاهد والمستأمن من الكفار. وهذه الآيات كلها في سياق واحد، هي في القتل بغير حق، سواء كان عمدا أو خطأ، وسواء كان المقتول مسلما أو كافرا معصوم الدم بالعهد والأمان. قد تقدم في الحلقة السابقة الكلام على الآية الأولى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. والآن يكون الكلام على الآية الثانية: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيمة. لما ذكر الله سبحانه وتعالى قتل الخطأ ذكر قتل العمد: من يقتل مؤمنا متعمدا قتله ولم يكن ذلك خطأ. وقتل العمد هو ما توفرت فيه النية والآلة الصالحة للقتل، ما توفر فيه شرطان: وجود النية والقصد، ووجود الآلة الصالحة للقتل. هذا هو القتل العمد. وإذا كان لمعصوم الدم فإنه حرام شديد التحريم. وقد ذكر الله جل وعلا في هذه الآية أنواع الوعيد في حقه: ويقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. جزاؤه أي عقوبته عند الله أن الله يدخله النار، وجهنم من أسماء النار والعياذ بالله. فجزاؤه جهنم خالدا فيها. هذا أشكل على أهل العلم، وهو قوله خالدا فيها مع أن مرتكب الكبيرة التي دون الشرك لا يخلد في النار. فأجابوا عن ذلك بأن المراد بالخلود هنا الخلود غير المؤبد، أي أنه يطول عذابه فيها لكنه لا يبقى فيها مؤبدا، فهو خلود نسبي. وقيل خالدا فيها هو على بابه، أنه خلود أبدي، ولكن إذا كان قد استحل، إذا كان قد استحل دم المؤمن
فإنه يكفر بذلك ويكون خلوده أبديا بكفره. وغضب الله عليه، هذا النوع الثاني من أنواع الوعيد، أن الله يغضب عليه، وغضب الله لا يقوم له شيء، نسأل الله العافية. فالله يغضب على من ارتكب منهياته وتعدى حدوده، ومن ذلك قتل المؤمن متعمدا. وأعد له جهنم، أعد له جهنم وأعد له عذابا عظيما. هذا النوع الثالث من أنواع الوعيد، أن الله أعد له عذابا عظيما. قد ذكر في أول الآية أن جزاءه جهنم، ثم ذكر أنه أعد له عذابا عظيما، وذلك في جهنم والعياذ بالله. فإن أهل النار يتفاوتون في أنواع العذاب، فهو يكون عذابه عظيما في جهنم. فهذه أنواع من الوعيد تدل على غلظ قتل المؤمن عمدا عدوانا، وكلمة عدوانا يخرج بها ما إذا كان عمدا غير عدوان، كقتل من يستوجب القتل بالقصاص أو بالحد، فهذا عمد لكنه غير عدوان، فهو عمد مأذون به شرعا، فلا بد من زيادة عدوان. فيكون قوله تعالى متعمدا مقيد بأن يكون هذا العمد عدوانا لا مأذونا به شرعا. ثم ذكر سبحانه وتعالى أنه يجب على المسلم أن يتثبت في القتل، فلا يقدم على القتل بدون تثبت، هل يستحق المقتول القتل أو لا يستحق. وذلك إذا سافر الإنسان للجهاد، إذا سافر للجهاد وصادف من يتكلم بكلمة التوحيد من المشركين، تكلم بكلمة التوحيد من المشركين، فإنه يقبل منه ذلك ولا يقدم على قتله. يا أيها الذين آمنوا، هذا خطاب للمؤمنين لأنهم هم الذين يمتثلون أوامر الله سبحانه وتعالى. إذا ضربتم في سبيل الله، ضربتم يعني سافرتم في سبيل الله يعني للغزو والجهاد في سبيل الله، فلا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. وسبب نزول الآية أن جماعة من الصحابة كانوا في غزوة، فمر عليهم رجل يسوق غنما فقال السلام عليكم، فلم يردوا عليه وقاموا وقتلوه وأخذوا الغنم. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب عليهم، وأنزل الله هذه الآية، يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا. ونؤجل الكلام أو بقية الكلام إلى الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.